السلام عليكم، اهلا بيكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه شهر رمضان وشهر الخير والبركه علينا وعليكم جميعا، وان شاء الله صوما مقبولا باذن الله ودعاء متقبلا باذن الله عليكم جميعا. قمت النهارده اول يوم رمضان هعمل معاكم فيديو سريع مفيد بمناسبه اول يوم رمضان، اللي هو فيديو عن الزبيب وفوائده، وازاي احنا بنعمله، وازاي هنعمل منه النهاردة طبق بسيط ولذيذ جدا ومفيد جدا جدا جدا. فبالنسبة لطريقة عمل الزبيب على السريع كده، انا زي ما انا عملته، هو بعبارة عن ان انا بجيب الزبيب العنب البناتي وبفرطه وبغسله، وبعد ما بغسله بحط ميه مغليه في حله وعليها معلقه زيت برافين. هنقول زيت البرافين ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من الصيدليه. فانا حطيت معلقه زيت البرافين في ميه مغليه بس، وبعد كده العنب البناتي المغسول سقطته فيها غلوه واحده او اتنين، وبعد كده صفيته في مصفه ونشرته على، جبت قماشه كبيره او ملايه كبيره وفردتها على لوح كبير على حسب الكمية اللي انت عاملها، او صواني عندك واسعة، وتحط عليها قماش قديمة او فوط مستغنية عنها وتفرد عليها الزبيب، يا اما تحطيه في الشمس او تسلطي عليه المروحة يومين ثلاثة، بيبقى الزبيب اللي هو قدامنا اللي احنا عملته ده. يعني انا جبت مثلا اللي هو قفص العنب في موسم العنب، كان وقف عليا كيلو من الجملة بجنيه، كيلو العنب وقف في القفص بجنيه من الجملة. فشوفي بقى، بس الخمسة كيلو عنب بيدوك كيلو وربع زبيب، فبتلاقي فرق كبير جدا في السعر وفي النظافة، لانه مغسول ومعمول في البيت. ده اللي عايز يعمل الزبيب في البيت. ولو عايزة تعمل بقى اللي هو الزبيب اللي هو المغذي الحلو، بنجيب العنب الغامق. لو ان العنب الغامق اللي هو الداكن لونه اسود ده بيبقى غالي طبعا، فمش هيبقى كيلو بجنيه ولا حاجة. فانا عملته من العنب العادي، العنب اللي هو البناتي الاصفر والاخضر العادي ده. ده بالنسبة لازاي نعمل الزبيب على السريع كده، وطريقته سهلة وبسيطة جدا وما هيش فيها اي مشكلة واي حد بيعملها. معلش الصوت بس عشان انا واخد برد شوية. فبالنسبة للزبيب بنقول اللي هو لونه داكن. بالنسبة بقى لفوائد الزبيب ده، انا اللي قلناه ده طريقة عمل الزبيب في المية المغلية وزيت البرافين، معلقة زيت البرافين، وبعد كده نصفيه وننشره لمدة يومين ثلاثة على قماش او صواني في الشمس او قصاد مروحة جوه الشقة، يومين ثلاثة بيبقى الزبيب. بعد كده بنعبيه في الاكياس ونحطه في التلاجة، نحطه في اي مكان. ونقول الزيت البرافين ده ليه؟ عشان بيديله لمعة بيحافظ عليه من البكتيريا لما بيتركن، والغلي برضه بيعقم العنب بتاعنا من الأتربة والحاجات اللي كان فيها. بالنسبة بقى لفوائد الزبيب، فبنقول الزبيب اللي هو الداكن أفيد كتير من الفاتح، لأن الغامق ده بيبقى فيه مضادات أكسدة، وقلنا مضادات الأكسدة هي اللي بتقاوم السرطان. ده بالنسبة للفرق بين الزبيب الفاتح والزبيب الغامق. كمان في بعض الناس اللي بتعمل الزبيب في المصانع وكده، بيبقى الزبيب بيبقى فاتح او عن اللون ده، بيبقى معرضينه لايه؟ ابخرة كبريتية، يعني معرضين لمواد كيميائية عشان يدي اللون الفاتح، بالرغم من ان اللون اللي هو الفاتح ده بيبقى اغلى من الغامق اللي هو مش متعرض للابخرة الكبريتية. لكن الناس بتروح باللون وبتشتري الفاتح، تعرفش ان ده متعامل بالابخرة الكبريتية عشان يحصل على اللون ده. فبنقول اللون الغامق احسن من الفاتح، لانه فيه مضادات اكسدة بتكون مقاومة للسرطان. من فوائد الزبيب ان هو بيقوي الذاكرة، لان هو فيه سكريات احادية، والسكريات الاحادية ديت بتنشط خلايا المخ وبيستهلكها خلايا المخ، فبينشط تنشط الذاكرة. الزبيب كمان بيقوي العضلات، وخصوصا عضلة القلب، لان هو بيحتوي على المغنيسيوم. والناس اللي بيجي لها شد عضلي في رجليها او في ايديها، المغنيسيوم اللي موجود فيه بيعالج الشد العضلي ده، وخصوصا زي ما قلنا عضلة القلب لو جالها اي تقلص او شد بيبقى مؤلم جدا، فالزبيب ده فيه المغنيسيوم
بيخلص الناس من الشد العضلي، وخصوصا ان عضلة القلب، القلب طبعا عضلة بتعمل 24 ساعة من عمر الانسان وهو في بطن امه الى ان ينتهي العمر. فهي ديت الزبيب مفيد للعضلات. عشان كده بنقول ان الرسول حثنا على اكل الزبيب، وقال من اكل 21 حبة لم يجد في جسده ما يكره. ما يكره، وما حددش طبعا ما يكره، فاحنا العلم توصل الى كل ما يكره. ده اول حاجة قلنا ان هو بيقوي الذاكرة، في مضادات الاكسدة للسرطان، بيعمل على مقاومة شد العضلات اللي هي في اي جزء من اجزاء جسمنا. وبعدين بنقول ان الزبيب كمان في عناصر معدنية زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس. طيب والنحاس ده مفيد في ايه؟ النحاس بيفيد ان هو بيساعد على امتصاص الحديد ومقاومة ومعالجة فقر الدم او الانيميا للناس اللي عندها انيميا. بعدين كمان في حمض اميني اللي هو في الزبيب اسمه الارجينين، والارجينين دوت بيحسن القدرة الجنسية للانسان. فدي فوائد بقى من ضمن فوائد الزبيب. احنا بنهتم بان احنا ناخده في رمضان عشان الفوائد الكتيرة دي، عشان كمان هو في الياف، نوعين من الالياف، وهو بيخلص الانسان من الامساك. لان في شهر رمضان احنا بيجيلنا في الناس اختلاف مواعيد الوجبات، اختلاف ميعاد الاكل ونظام الاكل والشرب والكلام ده هوت، فبيحصل يا اما اسهال يا اما امساك. كل شخص احيانا يجي له مره اسهال، لا مره امساك، كده يعني. فاكل الزبيب من ضمن الحاجات اللي هي بتعالج الامساك، لان فيها الياف، وفيها نوعين من الالياف. نقول الالياف اللي هي بتعالج الامساك، وفي الياف تانية، الياف اسمها الالياف الزائبه. الالياف الزائبه اللي هي اسمها البكتين، اللي بيقلل نسبه الكوليسترول، ملوش علاقه بقى بالامساك ولا الاسهال، لكن هو البكتين ده نوع من الالياف اللي بيقلل الكوليسترول. والكوليسترول طبعا لما بيقل في الجسم، في الكوليسترول الضار، بتقل الازمات وبيقوى القلب. فعشان كده بنقول الزبيب دي فايده كبيره جدا اهو. طيب بنقول ان هو كمان بيحافظ على اكتر حاجه يعني من مقاومه السرطان، اللي هو سرطان الخاص بالعيون، ربنا عافينا جميعا. فده حاجة مفيدة جدا، ان هو في مضادات الاكسدة اللي بتقاوم سرطان، وخاصة سرطان العيون اللي بيجي في منطقة حساسة في جسم الانسان لا قدر الله يفقد بصره. فبنقول كمان ان هو بيحتوي بيزيل الانتفاخ من البطن. زي ما عارفين بقى الاختلافات في الاكل والمواعيد ده وكده، بيحصل انتفاخ في البطن. الانتفاخ ده بيكون ناتج عن وجود بكتيريا اللي هو في البطن. فهو وجود اكل الزبيب بيساعد على القضاء على البكتيريا اللي هي بتسبب الانتفاخ في الامعاء، انتفاخ البطن. كمان بيحتوي على فيتامين A وفيتامين E. وبعدين كمان في فيتامين C. فيتامين C اللي هو بيبقى لازم بيلزم الامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الزبيب، العناصر الغذائية الأخرى، المعادن، العناصر المعدنية الأخرى اللي هي بتعمل على عدم تساقط الشعر. يعني إذا هو كمان مفيد لعدم تساقط الشعر. وبعدين بنقول الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والحاجات دي كلها من ضمن العناصر الهامة لمعالجة هشاشة العظام. يعني هو للشعر والامساك والانتفاخ، وقلنا ليه، والجلطات والسكتات، وتقليل الكوليسترول الضار، وبيطرد السموم من الجسم. كمان بنقول هو بيعمل على زيادة القدرة الجنسية للإنسان. مفيد للبشرة لأن هو بيحتوي على الكولاجين. الكولاجين ده مهم جدا لمقاومة أعراض الشيخوخة. طيب في حاجة تانية مهمة بالنسبة للجلد. الجلد يعني كلنا عارفين، بنسمع عن الصدفية، والصدفية ديت مرض يعني وحش جدا، ومرض بيبقى مرض مزمن.
فبنقول ان هو الزبيب من ضمن الحاجات اللي بتعالج الحاجات الجلدية وخاصة الصدفية، لانه بيحتوي على مادة اسمها فينول، دي مفيدة للبشرة وللجلد، وبيحتوي كمان على فيتامين ايه وايه اللي بيح فيتامين ايه وفيتامين ايه ده بي ايه بيحمي الجلد من الاضرار الناتجة عن الشمس، لان الشمس فيها اشعة ضارة بتضر الجلد وبتسبب له مشاكل، فهو الزبيب اكل الزبيب بيحمينا من الحاجات دي. وقلنا كمان ان وجود النحاس اللي هو بيساعد على ايه امتصاص الحديد، اللي امتصاص الحديد يعني معناها مقاومة ايه مقاومة إيه يعني معالجة الأنيميا وفقر الدم. وقلنا إيه في حاجة تانية مفيدة بالنسبة للزبيب، الزبيب يحتوي على الزبيب بيساعد على الناس اللي عندها أكياس أميبية اللي هي الدسنتريا، بيخلص الأمعاء ويخلص الإنسان إن هو من الأكياس الأميبية اللي هي بتسبب الدسنتريا، فدي شيء مفيد جدا ان هو بيخلص الجسم من اكياس اميبيه ضاره بتسبب له مرض الدسنتريا واعراضه وحشه ومؤلمه جدا. فاحنا قلنا يعني معظم بيعالج الحموضه، بيعالج الحموضه عشان في عناصر معدنيه زي الصوديوم وفي زي البوتاسيوم والحاجات دي، فهو بيعالج حموضه المعده. كمان ان هو بيحتوي على ماده البورون اللي هي بتقتل البكتيريا اللي بتسبب ريحة في الفم، يعني طبعا الإنسان ما بيبقى صايم وكده، فهديت لما بناكل احنا الحاجات دي في السحور او في الفطار والكلام ده، فهو في مادة البورون اللي هي بتقضي على رائحة الفم اللي هي بتخلصنا من البكتيريا اللي بتسبب الريحة دي. يعني اعتقد كده ايه قلنا فوائد كتيرة جدا بالنسبة للزبيب. لكن بمناسبة يعني ان احنا ذكرنا كلمة الصدفية، فبقول ان يعني في بعض حالات من الصدفية مش يعني مش هيكفي فيها علاج اكل الزبيب لوحده ان هو هيعالجها، لكن سبحان الله مصر فيه حاجات طبيعية جدا زي حمامات حلوان وزي العيون اللي هي الحمامات الطبيعية الموجودة في على ساحل البحر الاحمر، بيجولها السياح من بره مصر من جوه مصر، ديت بتقضي يومين او ثلاثة في الحمامات اللي هناك دي، بيعالج الصدفية اللي هي مزمنة بطريقة كبيرة جدا، ودي نعمة من عند ربنا. يعني ده بالمناسبة ان احنا ذكرنا كلمة الصدفية، فبقى ايه دي حمامات بخار طالعة في كهوف جبلية على على شط البحر الاحمر، بتطلع بخار مليان ابخرة، مية بتغلي سبحان الله من تحت المية الباردة في الصخر، في مية بتغلي عبارة عن كهوف جبلية مفتوحة بيدخل فيها الناس بيكشفوا جسمهم اللي هو المصاب، وبيعرضوه كل يوم أكتر من كذا ساعة، يقعدوا يومين ثلاثة بإذن الله بيكونوا بيشفوا تماما من الصدفية. والناس اللي بره عارفة قيمة المناطق دي في بلدنا أكتر مننا، فأنا قلت إيه أنفكر الناس بيها لا قدر الله أي شخص بيحتاج لها. فاحنا قلنا بقى هي الزبيب فوائده للصدفية، فوائده للشعر، فوائده للعضلات، فوائده لهشاشة العظام، للبشرة، لرائحة الفم، حاجات كتير جدا قلناها. طيب انا الوقت الزبيب يعني هستغله ازاي في شهر رمضان، وفرصة طبعا احنا كلنا بنقبل على الحاجات دي، هنعمل منه طبق حلو ازاي؟ انا قلت لكم ازاي بنعمل الزبيب في البيت لو عايزين نعمله في البيت، وقلنا الفرق بين الابيض والفاتح والغامق وان هو الافيد. طيب انا عايزه كل يوم استفيد بقى من الزبيب والحلاوه والجمال اللي فيه والعناصر الكتيره ديت، فانا بعمل طبق بسيط جدا كل يوم ممكن اخد منه في الفطار او في السحور، مفيد لطفل وكبير وصغير وكل شيء. فانا هعمل قدامكم طريقه بسيطه قوي سهله، ان انا بجيب شيل الزبيب ده كده، اجيب مثلا التمر اهوت، انا جبت ده تمر، التمر طبعا كلنا عارفين ده مش مغسول فبيبقى عليه عفار وتراب، انا بجيب الكميه بتاعتي كلها بدقها وهي ناشفه لسه كده بالهون، بطلع النوى والقمع ده، وبعد كده بعينه في اكياس ما بغسلهوش طالما انا هركنه ومش هستعمله. بعد كده بجيب الجزء اللي انا هستعمله مثلا النهارده شطفته، لازم اشطفه بالميه عشان التراب والحاجات اللي عليه والكلام ده.
فانا بجيب الزبيب التمر، جبت تمر عشان هستغل مع التمر الزبيب، غسلت التمر عشان التراب يعني. بعد كده بقوم جايبه الزبيب اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي وبنقول عليه وعلى جماله، هنشوف ده مش مغسول فلونه معفر كده. فاحنا هنقوم جايبين الزبيب بتاعنا اهوت، وهناخد منه نضيف بقى على التمر، نعمل طبقة كده، طبق خشاف بسيط قوي. حط بقى الزبيب اهوت، بعد كده اضيف عليه. انا بعمل الطريقة دي على طول كده، ودي اسهل، ايه اسهل حاجة يعني وافيد حاجة. بعد كده بحط عليه شوية مكسرات زي ما انا عايزة. انا مثلا حطيت سوداني، انا حطيت سوداني عليه. عايزة تحطي بقى جوز، لوز، حاجات بقى اللي ايه، على كل تبع رغبة كل انسان حسب ما ربنا يقدره. بعد كده مثلا انا بحط شوية حمص، يعني الحمص اللي هو الحمص التسالي اللي بنجيبه من عند بتاع اللب والحاجات دي. كل واحد حسب رغبته يعني. انا بحط شوية حمص كمان فوقيه، وبحط بقى ايه كمان على الوش كده، واقوم حاطه شوية جوز هند في الطبق. يبقى انا حطيت جوز الهند، وحطيت شوية المكسرات اللي عندي مع الزبيب مع التمر، عشان ايه كل ده بتحايل ان انا استفيد من الزبيب. وفي ناس بتاكله كده الزبيب يعني، بتحطه مع الطبق المكسرات والحاجة بتاكله كده، لكن هنا انا بحطه مع الحاجات دي. وبعدين بضيف عليه انا ومزاجي، انا بحط لبن من غير سكر، يا اما لبن بودر او لبن حليب، وبصبه ايه على الطبق ده عشان يطري ايه التمر. فانا ما بزودش، ما بحطش في اللبن سكر، ولو مش عايزة بحط لبن انا بحط ايه مية مغلية، بحط مية مغلية ومش مغرقه اللبن، بس انا بحط عليه كده ينديه هو سخن، فبيطرى التمر وبتطرى الحاجة، ويبقى طعمه لذيذ جدا جدا. طبق متكامل يعني، يعتبر لوحده وجبة مفيدة جدا يعني. انا بحط اهو اللبن المغلي، حطيته كده وبجهزه بقى وبركنه، حطه في التلاجة، بحطه في اي مكان وبغطيه قبل الفطار. ما باكلش الطبق ده كله قبل الفطار. انا باخد يعني، الرسول قال اذا صام احدكم فليفطر على تمره، وان لم يجد فليفطر على ماء، فان الماء طهور. طهور يعني دافي، فوائد كتيره بقى. العلم قال ان الميه بتشيل الحموضه اللي في المعده والكلام دوت. التمره او التمرتين اللي احنا بناخدهم قبل الفطار بتدي طاقه بسيطه سريعه، بحيث ان السكر ما يرتفعش مفاجئ كده طول النهار صايمين. لو اكلنا طبق زي ده كده او واخده فيه كميه سكريات وفي حاجات، وخصوصا الناس اللي عندها سكر، لو اكلت طبق زي ده، طبعا هم مش محرومين من اكل التمر ولا الزبيب ولا الكلام ده، بس بنسب، لان لو اكلنا طبق زي ده مش هنعرف ناكل يعني. اكل الحلويات في وسط الوجبات قبل الوجبات بيصد النفس، فعشان كده بناكل تمر او تمرتين. اللي عايز يصلي بيصلي بعد كده، بعد ما بخلص اكل ممكن اخد من الطبق ده، يعني اكمل الطبق بتاعي. ممكن اخد كمان طبق زي ده في السحور مع كوبايه زبادي مع حاجه بسيطه، بيبقى سحور جميل جدا. لو انا عملت طبق زي ده في الفطار وطبق زي ده في السحور، مفيد جدا. ممكن مش عايزه احط لبن، بحط ميه مغليه، ميه ساده من غير سكر، لان البلح كله اضيف نصها هنا ونصها هنا، خلاص طعم التمر جميل جدا جدا مع الزبيب مع الحاجات دي باللبن. يعني انا دلوقتي قلت لكم فوائد الزبيب وازاي هنعمله وازاي نستغله في شهر رمضان كل يوم بالشكل ده. ممكن نحطه على طبق رز بلبن، ممكن نحطه في الحلويات بتاعتنا، الجلاش اللي فيه المحشي والكلام ده هوت. يعني ان ايه فرصه ان احنا نستغل الزبيب. وانا عارفه ان انا طولت عليكم، انا رغايه بس ما بيهونش عليا ان انا ايه اسيب معلومه ما اقولها لكمش. واتمنى اكون يعني بدات يومي بشويه فوائد صحيه مفيده ليكم. ومعلش الصوت يعني تعبان، فياريت تشتركوا في القناة ومتبخلوش باللايك والشير. وكل سنة وانتم طيبين، تحياتي عزة زيدان.